هي مسابقة أطلقتها دولة الإمارات الشقيقة منذ 2015 في دورتها السادسة اليوم، والمسابقة هذه تصير في شكل تصفيات على مستوى كل بلد عربي، ولكن تخص زيادة الناطقين بالعربية خارج الوطن العربي. هي مبادرة مهمة جدا لأنها تحفز وليداتنا على المطالعة، وتعرفوا أن تملك وليداتنا اليوم للغات ضعف برشا، وبالتالي من شأن مثل هالمبادرات تحسن مستوى تملك اللغات لدى وليداتنا. المبادرة هذه هامة، والدليل أنها شهدت سنة أكثر من 35 ألف تلميذ تونسي سجلوا فيها، وكل تلميذ يقرأ 50 قصة ويلخصها. بطبيعة هذا عنده دور إيجابي جدا لتحسين تملك وليداتنا من اللغات. اعتقدنا المطالعة ما عادش مادة كما تعرفوا، ولابد من الرجوع لهذا، وعملنا احنا تقييم آخر اسمه إقراز، هذا ورانا اللي ثم تملك ضعف برشا لدى وليداتنا في اللغات الفرنسية والعربية، وبالتالي لابد من إعادة النظر في كيفية تدريس اللغات، وخاصة لغتنا الأم اللي مفروض ما نكونوش ضعاف فيها، لأنه اليوم عنا تقريبا في مناظرة سيزيام عنا 43.6% ما تحصلوش على المعدل، وكي نعرفوا اللي في مناظرة سيزيام ثم 25% فقط شاركوا، تصوروا المستوى متاع البقية يعني متاع 75% الباقين، وبالتالي عمل كبير ينتظرنا الكل. نحب نشكر اللي مشرفين على التظاهرة هذه، ونشكر المربين اللي أكثر من 3100 مربية ومربي شاركوا في إعداد وتحضير وليداتنا وفي هالمجال هذا.